مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة، وصفة شي واحد حاجات مع أم سعد. اليوم إن شاء الله غادي نديرو تاكوس عزيز على الكبار وعلى الصغار بطريقة سهلة، طريقة منزلية. عندنا هنايا الخبز ديال التاكوس وغادي نديرو بالدجاج. هنا عندي الدجاج قطعته طريفات صغار، غادي نسوطيه في الزبدة. هنا هنا معلقة زبدة. هنا عندي بصلة كبيرة شي شوية، بصلة بيضاء، من الأحسن تكون بصلة بيضاء. غادي نشحرها شويه ديال الزيت بلديه، وفي ملي غادي نكون كنعمر في الخبيزه ديال الطاكوس غادي نحتاج هادو اختياريين، سواء ديروهم بجوج سواء ديرو غير وحده فيهم. غادي نحتاج الفرماج ديال الساندويتش، وغادي نحتاج الفرماج حمر محكوك. وفي التوابل غادي نحتاج الملحه والبزار، نديروهم مع البصله والملحه والبزار وشويه ديال الكمون والتحميره، غادي نديرهم مع الدجاج. انا ما غاديش ندير هنايا الفلفله حاره، حيت عندي هنايا لاصوص الجيريان حاره. ولا ما عندكمش هاد لاصوص ممكن تصيبوها في الدار، كتاخذوا غير لا كريم فريش وكتزيدوا فيها الفرماج وشويه ديال التوابل، وكتخليوهم على عافيه مهيله حتى يعقدوا مزيان. راه غادي تعطيكم ان صوص اللي هي زوينه، وديروا فيها الحار الا كيعجبكم الحار. هادو هما المقادير، وغادي ندوزوا ان شاء الله الطريقه. هنايا درت البصله مع الزيت البلدية، غادي نزيد عليهم شي شويه ديال الملحه والبزار ونحطهم يتشحروا. وهنا كيف تيبان لكم الدجاج درتو مع الزبده باش نصوصو، حتى هو غادي نزيد عليه شويه ديال الملحه والبزار والكمون والتحميره. غادي نبقى هكا حتى نكمل باش ما نطولش عليكم الفيديو. نتلاقاو. غادي ندير هذه، خديت الخبز ديال الطاكوس، غادي ندير فيه لاصوص على حسب واش كتبغيو حار ولا لا. كنطغطيني شي شويه وندير فوق منه الدجاج، شويه البصله. كيجي لذيذ هاد الطاكوس بزاف، وما تحتاجوش كاع تشريوه من المحلات. كنديرو فوق منه الفرماج، هي هادي عندي محلوله، كندير فوق منه الفرماج وكنسدو بسم الله. بغيتو تشدوه بالكوردون، ما بغيتوش انا غادي نشدو غير بالبانينوس بحال هكدا. كنبقى قاطعه بيدي حيت مع الفرماج غادي يتعلق وغادي يلصقو بحال هكدا. غادي نديرو دابا في البانينوز ونتلاقاو باش نشوفو النتيجة النهائية. الطاكوس ديالنا كيجي على هاد الشكل هدا. أنا حطيت جوج هنايا وقسمتو باش تشوفو النتيجة كيف جات. رافقتو البوتيتوس لي غنحط ليكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، زينتها بشوية مطيشة. وهنا حطيت شوية ديال لاصوص الجيريان. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، جربوها مغديش تندمو. ديرو لايك، ريم ابوني، شي تابونا، بارطاجيو مع صحابكم.